السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو للتمرين رقم 10، دائما سلسلة تعلم الخوارزميات من الصفر. إذن التمرين 10 يقول إكرير دو فونكسيون أو بروسيدور كي لير يافيشي أن طابلو، يعني نخيرو زوج دوال، واحدة تلير تقرأ أن طابلو والثانية تافيشي لو طابلو. دونك احنا راح نشوفو واش نخيرو. عندنا لا ميثود تاعنا نعطيوها ان طابلو ترجع لنا طابلو، دونك هنا راح نخيرو بروسيدور. فوالا لو بروسيدور تاعنا راح نعطيوها ان طابلو تخرج لنا هي اوتر طابلو. فوالا بار اكزومبل لا طابلو تاعنا هو تي، يكون اونتي. هي واش راح دير؟ راح ترجع لنا ان طابلو اوسي اونتي. فوالا ترجع لنا لا ميم طابلو ويكون اونتي، ولكن يكون فيه القيم اللي راح نعمرهم فيه. اوكي البروسيدور راح نسميوها لير، راح نسميوها ولا بيان ليكتور. ليكتور فوالا. هنا بار اكزومبل هذا ان طابل فيه ديمونسيون تاعو 4، يعني فيه اربع خانات. اذا هذه الخانه الاولى، وهذه الخانه رقم 2، وهذه الخانه رقم 3، وهذه الخانه رقم 4. اذا احنا راح نعمرو هذا الطابلو باستعمال هذا لو بروسيدير. دونك لما نجيو نشوفو في لي طابلو عندنا هذا لانديس، يعني هذه الخانه رقم 1، الخانة أيضا رقم 2، الخانة رقم 3، والخانة رقم 4. فوالا هنا نشوفوا باللي لاحظنا باللي باه نعمروا هذا الخانات عندنا لازم يكون عندنا عداد، لازم يكون عندنا كونتور يحسب من 1 الى غايه لاطاي تاع هذا الطابلو، الى غايه الطول تاع هذا الطابلو، وهنا في هذه الحاله هو 4. اذا راح نستعملوا الحلقات التكراريه لبوكل. دونك راح نبداو نكتبوا الالغوريثم. اذا اول شيء عندنا بروسيدور اسمها ليكتور. فوالا بروسيدور ليكتور. واش راح نعطيوها؟ راح نعطيوها طابل تاعنا هو تي دو بوا اونتي. فوالا ديزولي دو بوا اونتي. فوالا اسكو هي تحتاج فاريابل؟ بيان سور تحتاج فاريابل، واللي هو العداد، لانه هي راح تقوم بملء جميع الخانات الخاصه بهذا الجدول. اذا تحتاج الى عداد باه تملي تعمر به الخانه رقم 1، ومن بعد تبدل العداد ترجعه 2 وتعمر الخانه رقم 2، ومن بعد تبدل العداد الى 3 وتعمر الخانه رقم 3. اذا هنا عندها عداد اللي يكون هو مثلا اي دو بوين اونتي، عداد يحسب عدد لي كاز ويمشي بالحبة، يمشي بالدرجة. أوكي زائد 1 في كل مرة. إذا ديبي هذه بداية البروسيدور تاعنا، وهذه لافان تاع البروسيدور تاعنا. أوكي نجيو فقط إذا كان العداد مثلا إذا كان العداد إي يساوي 1، إذا نحنا رانا نحوسو على الخانة رقم 1. الخانة رقم 1 تكون هي فوالا تي دو اي اللي هي مثلا تي دو اي هي تي دو ان، يعني اي هنا في هذه الحالة هو 1. فوالا تي هو الاي هو 1، اذا تكون الخانة هي تي دو ان. دونك راني نهضر على الخانة هذه. لما يكون الاي 1 راني نهضر على الكونتور، ولما نكتب الكتابة هذه تي دو ان فوالا تي 1، هنا اسما راني نهضر على الخانة. لما ندير الكتابة هذه ونقول هنايا تي دو ان ايغال
بار اكزومبل 15 ايكال 5 يساوي 15. اذا هنا قلت باللي الخانة رقم واحد، الخانة رقم واحد راح تكون 15. اذا هنا راح نجي نكتب 15. اوكي فوالا. اذا بغيت نعمر الخانة رقم 2 لازم الكونتور يولي 2. اذا في نهاية العملية هذه واش راح ندير؟ راح ندير اي زائد 1، لانه اي راح يرجع اي يساوي 2، راح يولي اي يساوي 2. اذا تي دو دو يعني تي دو اي ايغال مثلا 23. اذا هنايا الاي راهو 2، الور نروح انا للخانه رقم تي دو دو ونحط فيها 23. اذا لو كان عموما اي ما على بالناش شحال راه، فوالا هذا اي. دونك الخانه هي الخانه اللي رانا فيها هي تي دو اي، فوالا الخانه اللي رانا فيها هي تي دو اي ايغال بار اكزومبل سيكونت. دونك نروح نشوف انا اي شحال راه، الاي شحال راه في الخانه المسؤوله عليه، راح نحط سيكونت. اوكي يعني عموما الخانة اللي نكون فيها هي تي دو اي. اذا كان اي يساوي 1 اذا راني في الخانة الاولى، اذا كان اي يساوي 2 اذا راني في الخانة الثانية. اذا نجيو في البروسيدور تاعنا باه تعمرنا هذا الطابلو، اذا عليها تمشي من رقم 1، العداد تاعها يبدا من رقم 1 الى غاية رقم 4. اذا هي واش راح دير؟ راح دير بوكل. البوكل مثلا راح تكون بور بور دونك تبدا بور اي دو ان، يعني اي يمشي من واحد ا كات، او بيان لا طاي هي راح تكون ان. هنا عموما راح نديروها كات في المثال تاعنا هذا، هي كات فوالا. فير فوالا. هنا واش راح دير البروسيدير تاعنا؟ اشاك فوا تقول للمستخدم اعطيني قيمة تي دو اي. اذا كان اي يساوي 1 راح تقول له اعطيني قيمة تي دو ان، اذا كان الاي يساوي 2 راح تقول له اعطيني تي دو 2، اذا كان الاي يساوي 3 راح تقول له اعطيني تي دو 3. عموما راح تقول له اعطيني تي دو اي لما او اي هاو يمشي وحده من 1 الى غاية 4. اذا هنا راح تدير هي الميساج تقول للمستخدم تاعنا، راح تقول له دوني ان فالور، راح تقول له اعطيني ان فالور. اوكي من بعد هذا الميساج واش تستنى من اليوتيليزاتور؟ تستنى من اليوتيليزاتور انه يعطيها هذا لو نومبر، هذا لا فالور. اذا لير، اذا مادام هي راح تستنى من اليوتيليزاتور يعطيها ان فالور، الور لا كوموند هي لير باه تستنى لليوتيليزاتور وباه يعطيها ان فالور. دونك لير لما يعطيها اليوتيليزاتور فالور وين راح ديرو؟ راح ديرو في الخانه المسؤوله. اذا كان اي يساوي 2 راح ديرها في الخانه رقم 2. اذا هنا واش راح دير هي؟ راح دير لير تي دو اي، يعني تقرا الخانه رقم تي دو اي. لما يعطيها اليوتيليزاتور القيمه تروح تحطها في تي دو اي ديريكتومون، تحطها في تي دو اي. اوكي هنايا هكذا خلاصت فامبور. اوكي هكذا خلاصت فامبور فوالا. هكذا البروسيدور تاعنا، قرات توت لي كاز تاع هذا الطابلو. اوكي قات حاجه واحده وهي انه لا طاي تاع الطابلو مش مليح انه نديروها ديما كونستون. دونك هنايا لازم ليوتيليزاتور لما يعيط للبروسيدور تاعنا ليكتور لازم يعطيها الطابلو اللي راح تعمرو له، اوسي يزيد يعطيها فوالا، يزيد يعطيها العد لا طاي تاع هذا الطابلو. مثلا في هذه الحاله يعطيها لا طاي تاع الطابلو، بار اكزومبل لا طاي هي عدد طبيعي ان ان دو بوان اونتي، ان دو بوان اونتي هذه هي لا طاي تاع الطابلو. اوكي لا طاي تاع الطابلو مثلا هذا ان ايغال 4 لانه هذا فيه 4
خانات. إذن n يقال 4. في هذه الحالة راح تمشي هي من 1 إلى غاية n. أوكي، دونك هنا واش راح يتبدلوا لنا، واش راح يتبدلوا لنا لي بارامتر؟ عندنا كان عندنا تي فقط، أصبح عندنا تي و n. دونك نجيو هنايا نديرو فيرغيل ان اوسي اونتي، فوالا، ولا نديروهم مع بعضهم ونديرو في زوج بلي راهم اونتي، فوالا. هكذا بلي نعطيولو ان طابلو ونعطيولو لا طاي. اوكي، ومن بعد هنايا يولي الباركور تاعو، يعني فيزيتي او يزور الطابلو من 1 الى غايه لا طاي اللي مديناها له وهي ان، فوالا، الى غايه ان. هكذا البروسيدور تاعنا راهي بارفي. اوكي، نجيو نكتبوها في الالغوريثم تاعنا، فوالا، نهزوها كيما راهي، نديروها في الالغوريثم، كنترول سي، فوالا. هكذا هانا درنا الالغوريثم تاعنا، فوالا. في الالغوريثم الحقيقي راح نديرو، في الالغوريثم الحقيقي واش راح نديرو؟ راح نديرو الطابلو تاعنا، فوالا. في الالغوريثم الحقيقي هنايا راح نديرو لا طابل تاعنا، واللي يكون الطابلو تاعنا بار اكزومبل اسمه طاب. دونك هي راح نعيطو البروسيدور هذه، راح نعيطو البروسيدور ليكتور، فوالا، ليكتور. نعطيوها الطابلو تاعنا راح يكون مثلا طاب، فيرغيل نعطيوها الطابلو، اوسي نعطيوها هنايا لا فالور تاع لا طاي. اذا لا طاي راح نسميوها ان فالور اسمه طاي. اوكي، فوالا، بوين فيرغيل. دونك هنا عندنا دو فاريابل. نجيو هنا لا فاريابل الاولى هي طاي، طاي دو بوان اونتي، والثانية هي طاب دو، لأنه لازم نحدو لا طاي، راح نديرو طاب دو بار اكزومبل ماكسيموم يكون 20. أوكي، طاب دو 20 ماكسيموم يكون 20، إذا هو أيضا أونتي، الأعداد اللي حنعمروهم يكونوا طبيعية. إذا كانوا ريال، وإذا كانوا عبارة عن حروف ليكونوا حروف أو سلسلة من الحروف، ما يهمناش هذاك. المهم فقط بقى لا طاي تاع الطابلو لازم ليتيليزاتور يعطيها لنا. أوكي، لازم يعطيها لنا قبل ما نعيطوا البروسيدور. دونك هنا راح نحتاجوا فقط لير طاي، لازم يعطيها لنا ليتيليزاتور أولا باه نبداو نعمروا له لا طابل. أوكي، هذه بروسيدور بور لير ان طابلو. بقات لو بروسيدور دوزيام، افيشي ان طابلو. دونك في افيشي ان طابلو جو بريفير نخلي نفس المعلومات، فوالا. نفس المعلومات، لكن اذا في نسميو البروسيدور تاعنا هي افيشاج. اذا انتقلنا من ليكريتور، من ان نعمرو طابلو، دوكا راح نافيشيو هذا الطابلو. اوكي، اذا نعطيوها طابلو، نعطيوها لا طاي تاع الطابلو، وهي ما راح ترجع لنا والو. اوكي، هذه فونكسيون ما عندهاش ريزولتا، ولكن واش راح دير؟ هي اللي راح تافيشي، يعني ديريكتومون راح تعفيشيني، ما تعطينا احنا والو، ولكن راح تعفيشي في الشاشه، في الشاشه راح تعطينا نتيجه. اذا هنا راح تكون اسم البروسيدور هي افيشاج. نعطيوها لا طابل، نعطيوها لو نومبر اونتي، فوالا، ان كونتور تحتاجو هي، فوالا، بور اي الون دو ان ان pour visiter toutes les tables les cases تاع هذا الطابلو، باه نفيسيتيو الخانات كامل. دونك اكرير، فوالا، هنا مش راح تقولنا اكرير دوني اون فالور، وانما هنا في اكرير راح ديريكتومو تقولنا تخرج لنا الخانه المسؤوله. اذا كان اي يساوي 2، اذا راح تكون هي تخرج لنا تي تي 2 2. اوكي، إذا كان تي إيجال إي إيجال واحد راح تخرجنا تي دو أن،
إذا كان اي يساوي 4 راح تخرج لنا تي دو 4. إذا كان الاي ما على بالناش حنا الاي شحال يكون، الور راح تخرج لنا تي دو اي، وهي راح تمشي بالدرجه في كل مره تزيد الاي، وفي كل مره راح تخرج لنا القيمه. فقط هذا واش كاين واش فيها، لانه هي فقط تافيشي لي كاز تاع الطابلو، خانات تاع الجدول. فوالا هذه هي افيشاج تاع طابلو. دونك اوسي نزيدو نهزو هذه نديوها معنا الالغوريتم الحقيقي، نفس الالغوريتم هذا هو الالغوريتم، نديوها هنا تكون بعد لا فونكسيون البروسيدور الاولى. فوالا اذا راح نصغروا الكتبه باه يبان لنا كلش. اوكي فوالا هذه هي ال زومي شوي. فوالا هذه هي البروسيدير اللي زدناها. اوكي نروحوا دوكا للفونكسيون للالغوريثم برينسيبال تاعنا. واش راح نديروا؟ راح نديروا هنا بعد ما قلنا ليوتيليزاتور عطينا اون تاي، ومن بعد قلنا عيطنا ليكتور باه تعمر لنا الطابلو، دوكا مازال علينا انه نعيطوا الافيشاج باه تافيشي لنا طابلو. دونك افيشاج اسمها افيشاج، نعطيوها طابلو اللي هو طاب فيرجيل، ونعطيوها لا تاي هي تاي. اوكي فوالا دونك الطاب هذا الطاب هذا تاع الالغوريثم برينسيبال. اوكي راح تهزو هي تحطه في بلاصه التي تاعها اللي هو المتغير الشكلي. اذا وطاي راح تهزو تحطه في ان تاعها ومتغير شكلي. فوالا هذا هو الالغوريثم تاعنا. اذا كانت في التمرين هذا عرفنا دو بروسيدور كيفاه نقراو ان طابلو وكيفاه نافيشيو طابلو، وهذا لابيل تاع لي بروسيدور بعد ما درناهم عيطنا لهم يخدموا. اوكي اذا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله كاين تمارين على لي طابلو ايضا، وراح نتعرفوا كيفاه نموديفيو طابلو وبيا نديروا حسابات على هذا الجداول اكسيتيرا. المهم نتلقاو في تمرين اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.